قرر العراق فتح جميع المطارات في جميع المدن العراقية أمام الرحلات الدولية يوم الخميس المصادف 23/7. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. بهذا الفيديو راح أتكلم عن موضوع العراق وفتح المطارات، وكذلك مصر وفتح السفر إلى تركيا، بالتحديد إلى أسطنبول، وأيضا فتح السفر بين تركيا وروسيا، وباقي التفاصيل راح أذكرها بهذا الفيديو، خليكم ويانا. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق تقرر إعادة فتح جميع المطارات بتاريخ 23/7 المصادف يوم الخميس أمام جميع الرحلات الدولية من جميع الدول، بمعنى انه راح ترجع تنفتح المطارات وراح ترجع تشتغل الخطوط الجويه العراقيه بالرحلات اللي كانت تشتغل بها قبل ما يصير وضع فيروس كورونا، وايضا اي شخص راح يتمكن من العوده الى العراق. هذا يخص الناس اللي موجودين في كل دول العالم، الناس اللي موجودين في امريكا ودائما يسالوني عن الرحلات للعراق، والناس اللي موجودين في اوروبا ايضا ويسالوني عن الرحلات الى العراق، في افريقيا، في جميع دول العالم. راح تنفتح الرحلات تدريجيا الى العراق ابتداء من تاريخ 23/7، يعني مو بالضروره بيوم 23/7 او 24/7 راح تلقون الحجز، ولكن بعدها ان شاء الله بايام قليله راح تتوفر رحلات الى العراق. مثل ما تعرفون انا قبل فتره ذكرت بالفيديوهات انه الحجر في العراق اللغه، فمن توصلون للمطار من اي دوله انتم كنتوا قادمين، اذا كنتوا من امريكا، من اوروبا، من تركيا، من دول عربيه، فراح يسوي لكم فحص بالمطار، وبعدها اذا يعني اموركم تمام فراح تفوتون الى العراق بدون اي مشاكل، وتكتبون تعهد انه راح تلتزمون بالحجر المنزلي، يعني تبقون بالبيت. اما اذا فحصوكم ويعني تبينت عليكم اعراض مرض الكورونا وصار الفحص انه ايجابي، انت حامل لمرض فيروس كورونا، فراح يوجهوكم او ينقلوكم للمستشفى المختص حتى يعالجوكم. واكيد بعد ما تنفتح حركه الطيران وتنفتح وتعود المطارات الى عملها، فاعتقد بايام قليله بعدها راح يبدي السفر البري او راح ينفتح الطريق البري عبر المنافذ الحدوديه البريه. حاليا هم قرروا يفتحون المنافذ الموجوده في جنوب العراق فقط للحركه التجاريه، ولكن اعتقد بعد ما ينفتح السفر راح تبقى ايام قليله ويفتحون النقل البري. فاي شخص حاب يسافر مثلا الى تركيا من العراق فينتظر خلال يعني هاي الايام القادمه راح ينفتح السفر، اكيد التكتات او التذاكر الطيران راح تكون ارخص، وبعدها تحجزون وتجون الى تركيا. طبعا بعد ما تسوون الفيزا الاستيكر واللي هي حصرا تكون من القنصليه التركيه اللي موجوده في بغداد، اللي موجوده في كركوك. طبعا يسالوني مثلا اكو ناس من بقيه المحافظات، لازم تشوفون اذا اكو مكتب مخول في محافظتكم باصدار الفيزا الاستيكر، واذا ماكو فلازم تطلعوها حصرا من بغداد، لانه مركز القنصليه هو موجود في بغداد. وايضا في نفس الوقت اعلنت شركه مصر للطيران انه راح ترجع رحلاتها، طبعا راح تكون اول رحله الى الخرطوم السوداني يوم 19/7، يعني هاي الايام القادمه، واول رحله الى اسطنبول راح تكون يوم 1/8 و1 اغسطس. فهاي بعدها يعني راح تزداد الرحلات، بالبدايه رحلات قليله، وكذلك راح ينفتح السفر ايضا الى نيروبي، وراح يكون اكو رحلات بمعدل 4 رحلات اسبوعيا ابتداء من يوم 1/8. وايضا تم فتح السفر بين تركيا وروسيا، انفتح من يوم الاربعاء قبل يومين انفتح السفر، وصارت اكو رحلات بين تركيا وروسيا. فالاشخاص اللي عالقين مثلا في روسيا وما يقدرون يرجعون للعراق، يعني هو اول تالي راح ينفتح السفر بعد ايام الى العراق، ولكن اذا اردتوا فتجون الى تركيا ومن تركيا تروحون للعراق. طبعا لحد الان دول قليله فقط بدها تطلب فحص البي سي ار من تسافرون الها، مثلا تركيا من تجون من اي دوله من العالم ما تطلب من عندكم، موجوده منشات بالمطار ممكن يسووا لكم الفحص بالمطار. العراق كذلك ما يطلب انه من ترجعون من اي دوله من العالم، فما يحتاج تسوون بي سي ار وتجيبوه وياكم، وانما هم راح يفحصوكم بالمطار. بعض الدول مثلا دبي، ممكن لبنان، يطلبون من عندكم انه تجيبون وثيقه تثبت خلوكم من مرض فيروس كورونا، يعني فحص البي سي ار، اكثر شيء قبل 96 ساعه من موعد السفر، يعني من 3 إلى 4 أيام من موعد السفر لازم انتم تكونون مسوين هذا التيست وماخذين وياكم النتيجه اذا اردتوا تسافرون مثلا الى دبي، الى لبنان، وايضا بعض الدول اللي تحط هذه الشروط. مثل ما تعرفون ولله الحمد انه اليوم او البارحه لليوم الثالث على التوالي تركيا اعداد الاصابات هي تحت الالف اصابه، البارحه اعتقد كانت 940 شخص فقط انصاب بمرض فيروس كورونا، وهذا الشيء يعني جدا ممتاز. صار 3 أيام معدل الاصابات انخفضت تحت الالف، يعني اذا انخفضت اليوم تحت ال 900 وال 700 وال 800 فهذا الشيء جدا ايجابي، بمعنى انه شوي شوي تخلصون من المرض. حاليا للناس اللي يسالوني عن السياحه في تركيا، طبعا السياحه موجوده ولكن قليله جدا، بسبب مثل ما تعرفون اغلب الدول غالقه حدودها، يعني مثلا ابسط شيء مثل ما تعرفون روسيا دائما يسافرون الى تركيا، السواح الروس يجون الى تركيا،
اول تلبارح يلا انفتح السفر، فاعتقد بالايام القادمه ممكن انه يجون اعداد اكثر. وبقيت باقي الدول يعني مشددين، اوروبا مثلا ما مانع السفر ولكن محذره من السفر، بمعنى انه انتم من تسافرون مثلا الى تركيا او بعض الدول يعني من تسافرون الى تركيا فمن ترجعون الى اوروبا لازم تنحجرون 14 يوم في المنزل، هاي القوانين مالتهم، هم ما مانعين السفر وانما محذرين من الذهاب لبعض الدول. فحاليا السياحه يعني هالسنة هي أكيد مو مثل السنين الباقية، يعني هذا الظرف هو ظرف عالمي واستثنائي صار، فمو بيد أي أحد إنه يقدر يغير هذا الشيء بسهولة وبسرعة، فهذا الشيء يحتاج لوقت، ولكن هي موجودة السياحة، يعني إذا حابين أكيد تقدرون تسافرون، الفنادق مفتوحة، الكافيهات مفتوحة، المنتجعات، المسابح، هواي شغلات مفتوحة. طبعا يعني شغلات اعتياديه، ولكن بعض القيود مثل ما قلت لكم في المدن الكبيره متقيدين مثلا بلبس الكمامات، يعني مثلا في اسطنبول في انقره لازم تلبسون الكمامه اجباري والا راح تتغرمون، حتى اذا انتم كنتوا جايين سياحه فهاي القوانين تنطبق عليكم. مثلا هنا في مدينه ألانيا يعني انا حاليا من دا اطلع بس من اركب بالباص دا البس الكمامه، ومن دا اطلع يعني غير مكان فما دا البس الكمامه، لانه اصلا هم هنا الناس قليلين يعني ماكو ناس هوايه وماكو زحمه، وهنا معدل الاصابات جدا قليل، فهذا الشيء يعني يخليك تشعر بالامان اكثر. ولهالسبب انا نصحتكم قبل يعني انه تسافرون للمدن الجنوبيه او المدن الشماليه مثلا ريزه، ترابزون، هاي ايضا سامسون، يعني هاي ايضا عدد الاصابات فيها قليله وما مشددين كلش بالقوانين مثل ما اسطنبول وانقره. يعني اكو هواي ناس علقوا لي مثلا، اكو شخص علق لي بالفيديوهات انه انت قاعد تسوي اعلان مثلا لترابزون او انت تسوي اعلان الانطاليا او المرمريس او المدري يا محافظه، انا ما سوي اعلان، انا دا انصحكم، انا موجود هنا، انتم موجودين في غير دوله، انا دا اشوف الوضع هنا من داخل الدوله ودا اشوف الناس ودا اشوف الحياه، فانا دا انقل لكم اللي دا يصير وانتم بعدين القرار يرجع لكم. اكيد انا ما راح اجبركم ولا راح اقول لكم لا لازم تروحون لفلان مكان، بس انا دا اقول لكم دا انقل لكم الوقائع حتى تعرفون شنو تقررون، وحتى يصير عندكم علم، مو تروحون مثلا لاسطنبول او تروحون لانقره وتتفاجئون انتم لازم تلبسون الكمامه بكل مكان، واذا طلعتوا بالشارع ما لبستوها ممكن تتغرمون. فاني بس دا احاول انقلها لكم، انا ما عندي اي مصلحه بالموضوع، قابل انا عندي فندق مثلا هنا، لو عندي شو اسمه شركه ما سياحه، لو عندي مكان على الشاطئ انا ماجره، ما عندي انا اي شيء هنا، بس مجرد انه دا احاول اوصل لكم الفكره من داخل المكان اللي انا بيه، فحبيت انه توصل لكم هاي الفكره. واني يعني لهالسبب مثلا انتقلت لهنا، يعني حاليا الوضع هنا احسن من غير مكان، مثل ما تعرفون هذه شوية مدينة هادئة وصغيرة والناس يعني هنا قليلين مو مثل ما بمكان ثاني. فأتمنى منكم أنه من تعلقون مرة ثانية يعني على الأقل تقدرون الجهد اللي دا أبذله لكم يوميا، يعني أنا يوميا دا أخصص من وقتي ساعات حتى أسوي لكم الفيديوهات وحتى أتأكد لكم من المعلومة الصحيحة وأجيب لكم المعلومة الصحيحة وبعدين أسويها وبعدين أسوي لها مونتاج وأنزلها على يوتيوب، هذا كله يأخذ من يومي، يعني يأخذ ساعات، يعني تخيلوا مو ساعة واحدة، يأخذ وقت جدا كبير، ومرات حتى تصير عندي مشاكل والفيديو والكاميرا واللابتوب، أنا كل هاي دا أسويها بدون مقابل في سبيل فائدتكم. فأتمنى أنه قبل لا تعلقون اي تعليق سلبي تفكرون شوية قبل لا تعلقون وتتمعنون بالكلام اللي انا قايله بالفيديوهات. انا ابد ما منعت اي واحد من السفر، انا فقط قلت لكم هذا رأيي، واذا عاجبكم رأيي فاهلا وسهلا، واذا ما عاجبكم رأيي ايضا اهلا وسهلا بكم، هذا الشيء يرجع لكم مو انا اللي اقرره. انا كل الهدف من هاي الفيديوهات وكل الهدف من هاي القناة هو فائدتكم ومصلحتكم، وهواي ناس والله الحمد استفادوا، وهواي ناس شكروني ودزولي رسائل انه يعني بسبب المعلومات هذه وبسبب القناة هذه قدروا يسافرون، قدروا يوصلون لاهلهم، وقدروا يعرفون معلومات هم ما كانوا يعرفوها سابقا، فهذا الشيء كافي لي وهذا الشيء جدا يفرحني. ولهنا انتهى فيديو اليوم، اتمنى ان شاء الله يكون يا ربي فاتكم وعجبكم. طبعا شوي شوي راح ابدي اصير اسمر لان هنا الشمس، يعني هم هنا الاوروبيين والناس البشرتهم بيضاء يجون هنا حتى يصيرون سمر، بس انا اسمر يعني ما اعرف ايش راح اصير. فاتمنى ان شاء الله يا رب يكون فاتكم هذا الفيديو، اهم شيء اكيد ما تنسون تدعمون القناه وتشتركون بالقناه وترسلوها لاهلكم لاصحابكم لاي احد من الناس اللي مهتمين بهذه المواضيع، وان شاء الله يا رب تكبر عائلتنا اكثر واكثر وهاي القناه تكون مصدر فائده للكل ان شاء الله. خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، ويا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.